طبعا عزيز كيمب كل سنة يعني بيبقى أميز من اللي قبلها، وده من أكبر المعارض اللي موجودة الشرق الأوسط والمغرب، وإحنا بننزل يعني في المعرض ده من 2019. وطبعا يعني دي فرصة لأي مطور أصلا إن هو ينزل زيت كيب ويعرض مشاريعه. طبعا ده بيبقى براندنج ليه، وطبعا بيحقق أكيد فيه مبيعات كويسة يعني، لأنه أكيد بيبقى عليه إقبال كبير جدا من المصريين سواء داخل مصر أو خارج مصر. والله يعني كل سنة بنلاحظ إن في أكيد حاجة أحسن، وبالتنظيم بيبقى بروفيشنال أكتر يعني، وده اللي متعودين عليه من إدارة سيتس كيم صراحة. إحنا بنحرص دايما إن إحنا متواجدين طبعا في سيتس كيم، زي ما قلت لحضرتك كده، هو فرصة إن إحنا نبقى متواجدين بمشاريعنا سواء السكنية أو التجارية، وبنحاول ان احنا يعني كبراندنج للشركه كمان، ونطمي تارجتين طبعا مبيعات معينه، وغالبا بنحقق الحمد لله كل سنه سيتس كيب. اكيد كل سنه لازم ننزل سيتس كيب ان شاء الله، ويبقى في مشاريع جديده كمان باذن الله السنه الجايه.